الإنسان اللي ضغطه عالي وعنده سكر هل هو معرض للإصابة بالذبحة الصدرية؟ طبعا هناك أسباب بتخلي في إنسان عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية أكثر من إنسان آخر، ومعظم الأسباب دي معروفة، لكن في أسباب أخرى لسه مش عارفينها. أهم أسبابها ارتفاع ضغط الدم، السكر، ارتفاع نسبة الدهون في الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، التدخين، والعامل النفسي أو التعرض للضغوط النفسية، دي برضو أحد الأسباب. إذن أهمها لو حبينا نلخص هنقول ارتفاع ضغط الدم وهنقول مرض السكر. هل معنى كده أنه أي مريض عنده السكر أو أي مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم هو عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية؟ هنقول إذا هذا المريض تحكم سواء بوسائل غذائية أو بوسائل علاجية في ضغط الدم بتاعه وفي نسبة السكر، فهو أقل عرضة من المريض اللي لا يبذل جهد في أنه يظبط نسبة السكر بتاعته أو يتحكم في السكر أو في ارتفاع ضغط الدم. الملاحظ هنا والملاحظ في مصر للأسف أن نسبة المرضى أو عمر المرضى اللي بيصابوا بالذبحة الصدرية أصغر نسبيا من المرضى اللي بيصابوا بنفس المرض في الدول في أوروبا أو في أمريكا. وإحنا هنا بنجد أن السبب بعض العادات السيئة في الأكل، الإفراط في أكل الدهون، أو أن إحنا كمصريين عموما لا نعطي وقت للرياضة ولا نهتم بها الاهتمام الكافي. وفي تقديري أن السبب الثالث الضغوط العصبية علينا كلنا بتؤدي إلى حدوث الإصابة بالذبحة الصدرية دي في سن أصغر من الدول الأخرى. الملاحظ برضو أن كثير من هذه العوامل اللي بتؤدي للإصابة بالذبحة الصدرية لها علاقة بأكلنا. يعني المريض اللي عنده ضغط لابد أن يكون حذر جدا في أكله من أي أكل فيه أملاح زيادة، ترشي، مخلل، دي كلها ممنوعة بالنسبة لمريض الضغط لأنها بتؤدي إلى ارتفاع الضغط. مريض السكر، لا إحنا كلنا عارفين إيه نوع الأكل اللي بيؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم بتاعه، يبقى لابد إذن هذا المريض مطالب بالحذر جدا فيما يأكل، رز، مكرونة، عيش، كل الحاجات دي يكون حذر فيها. ارتفاع الدهون في الدم وهو السبب الثالث لحدوث الذبحة الصدرية، احنا لازم نخلي بالنا من الطريقة اللي بناكل بيها، اللي بنطبخ بيها، نوع الاكل، نوع اللحوم، دي كلها مليئة بعوامل بتؤدي ارتفاع في نسبة الدهون. انا عايز اسأل ما هي اعراض الذبحة الصدرية وازاي نتصرف مع مريض الذبحة الصدرية في حالة حدوث الازمة؟ اعراض الذبحة بتتشابه مع امراض اخرى ومشاكل اخرى في منطقة الصدر، وزي ما أسلفنا إن هي ألم في منطقة الصدر، وهذا الألم ممكن المريض يحس به زي ما قلنا في صورة ضغط، في صورة تشريط، الألم يسمع في كتافه، ممكن يسمع في ظهره، ممكن يسمع في دراعه اليمين، دراعه الشمال، ويحس المريض بعدم القدرة على بذل مجهود أو الاستمرار في المجهود، ومصحوب بعرق غزير، مصحوب بألم في المنطقة اللي احنا بنقول عليها فم المعدة، وممكن المريض يرجع. والحقيقة مفيش وصف كلاسيكي 100% للذبحة الصدرية، هي مجموعة من العوامل مع بعض. يعني هل المريض لديه الألم كان نايم، كان بيبذل مجهود، ده أو حاجة بنسأل المريض عليها. طب الألم بقاله قد إيه، ده سبب آخر. طب هل معتاد على الألم ده ولا مش معتاد؟ لكن إحنا من باب الاحتياط أي مريض أو أي جارنا أو معانا في الشغل أو في الشارع يشعر أو يقول لنا أنه عنده ألم في صدره وصفته زي ما أنا قلت، لازم ناخد الموضوع بجدية وبحذر، وأسهل حاجة أن احنا بنطلب الإسعاف أو بننقله لأقرب مستشفى. في المستشفى بيتعمل رسم قلب المريض، بيتحط تحت الملاحظة، بتجرى بعض التحاليل، ونقدر نفرق الألم اللي عنده ده بسبب الذبحة الصدرية ولا بسبب حاجة تاني. لأن حضرتك ممكن الواحد يأكل أكلة دسمة شوية
تعمل له ألم في معدته تعطينا ألم في الصدر شبيه بالذبحة الصدرية، أو مريض يشرب حاجة ساقعة قوي، ياكل حاجة حراقة قوي، تعمل تقلصات في المريء بتاعه تدي أعراض برضو مشابهة، أو مريض عنده آلام روماتيزمية في جدار الصدر برضو تدي أعراض مشابهة. لكن إحنا لسلامة الشخص اللي بيجي له هذا الألم نكون سيئين الظن، بمعنى إن إحنا ناخده المستشفى، وفي المستشفى الدكاترة هيشوفوه يفحصوه يعملوا له الأشعاعات والتحاليل ورسومات القلب، ويقولوا في الآخر آه والله دي ذبحة صدرية، أو لا ده ما عندوش حاجة ليها علاقة بالقلب وممكن هذا المريض يروح. في فايدة مهمة جدا، إن الذبحة الصدرية لا تعني حدوث إصابة في عضلة القلب. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا الذبحة الصدرية إن كمية الدم اللي معدية في الشريان التاجي ورايحة لعضلة القلب قليلة، فلما العضلة دي تبذل مجهود زيادة يبقى الدم اللي رايح لا يكفيها فيبدأ الإنسان يحس بالألم. لكن إذا استمر الحال ده والشريان اللي ماشي فيه الدم ده اتقفل، يبقى عضلة القلب مش هيجيلها دم عشان تؤدي وظيفتها، فالحتة دي من العضلة بتموت وتتليف ويحدث ما نسميه الجلطة. إذن من أهم أسباب التعامل بجدية مع آلام الذبحة الصدرية والوصول بالمريض إلى المستشفى، إنه لو هذا المريض في مرحلة الذبحة الصدرية ولسه ما دخلش في مرحلة الجلطة، نقدر نساعده بأدوية أو بسبل علاج أخرى زي الأسطرة البالونية أو الجراحة. ده حتى في حاجة أكتر، ده لو حتى المريض ده كان بدأ يخش في مرحلة الجلطة، يعني بدأت الجلطة تتكون، إحنا قدامنا 6 ساعات ذهبية يمكننا التدخل فيها بأدوية لإزالة الجلطة اللي بدأت تتكون. إذن عنصر الوقت مهم جدا 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 في التعامل مع المريض اللي بيشكو من آلام الذبحة الصدرية. علاج الذبحة الصدرية بينقسم إلى عدة أجزاء. أول حاجة وقائي، يعني أنا في مريض جه المستشفى واتشخص إن الألم اللي كان عنده ده ألم ذبحة صدرية، أنا أبدأ أبحث في الأسباب التي أدت لحدوث هذه الذبحة الصدرية. إذا كان مريض سكر، إذا كان مريض ضغط، إذا كان مريض عنده دهون عالية في الدم، إذا كان مدخن، كل هذه الأسباب التي أدت إلى حدوث الذبحة علي أن أعالجها. إذا كان مدخن أقوله ما تدخنش، وإذا كان دهون عالية هبدأ أقوله إيه أنواع الأكل اللي فيه الدهون العالية دي علشان يتفاداه، وإيه أفضل أنواع الأكل. وبعدين إذا كانت النسبة عالية قوي والمريض جرب إن هو يعمل الرجيم في الأكل ومع ذلك النسبة ما زالت عالية، يبقى أبدأ أتدخل بأدوية علشان تخفض الدهون. كذلك مريض السكر، كذلك مريض الضغط. بعد كده استراتيجية العلاج بتعتمد على حاجات كتير، تعتمد على سن المريض، تعتمد على نوع العمل اللي بيؤديه، تعتمد على مدى تكرارية حدوث الذبحة الصدرية. بمعنى في فرق كبير بين مريض جاله الذبحة وهذا المريض يبلغ 80 سنة من العمر ولا يؤدي عمل وقابع في بيته ما بيؤديش مجهود كتير، ومريض آخر عنده 30 أو 40 سنة في وقت النشاط الشديد من حياته، هذا الشخص الثاني ده محتاج ان انا اكون مطمئن جدا على الشرايين التاجية بتاعته عضلة القلب لانها عرضة للمجهود بصفة مستمر. فاحنا بنبدأ لازم نعرف احنا فين والشرايين بتاعت المريض دي شكلها ايه. في وسائل كثيرة للمعرفة والتشخيص، لكن انا اتوقف عند القسطرة او قسطرة القلب. القسطرة هي ما هي الا صبغة بنحقنها جوه الشرايين التاجية لمعرفة الانسداد موجود في أي شريان أو كم شريان مسدودين ونسبة الانسداد دي. هل الانسداد ده مثلا 90% من قطر الشريان مسدود ولا 40 ولا 50 ولا النسبة دي؟ الأسطرة هنا بتديني صورة كاملة عن الشجرة بتاعة الشرايين التاجية للمريض. طبعا في وسائل أخرى للتشخيص زي المسح الذري، زي رسم القلب بالمجهود، زي الهولتر مونيتور إن إحنا نشوف نبض العيان وضربات القلب منتظمة ولا لأ خلال 24 ساعة. دي في النهاية كلها بتكون صورة
للطبيب هذا المريض يناسبه أي خط من العلاج. العلاج إما علاج بالأدوية، العلاج الدوائي، أو علاج بتوسيع الشريان الضيق عن طريق القسطرة أو البالون، أو علاج جراحة. مفيش، لابد احنا نفهم الحتة دي، مفيش خط علاجي أفضل من خط أو أحسن، لكن هو دائما في خط علاجي أنسب للمريض ده من خط العلاج الآخر. إذن الطبيب لما بيختار، بيختار هذا المريض يناسبه علاج دوائي ولا توسيع بالبالونة ولا جراحة. لكن في التلاتة لابد من العلاج الوقائي، اللي هو زي ما قلنا قبل كده العوامل اللي أدت للإصابة لابد أن نتحكم فيها. العلاج الدوائي فلسفته بسيطة جدا، وهي أن احنا بندي دواء للمريض يزيد من كمية الدم اللي رايحة للمنطقة اللي بتعاني من القصور، أو الدواء يقلل احتياج عضلة القلب، زود رايح يقلل احتياج العضلة للدم. أبى أزود الدم اللي رايح عن طريق أدوية بتوسع الشرايين الالتاجية. الخط العلاجي التاني هو توسيع للشريان الضيق بواسطة القسطرة البالونية واستخدام الدعامة، ودي قسطرة سلك رفيع جدا بيخش من الشريان، وفي السكرين الدكتور بيوجهه لغاية لما في المنطقة اللي فيها الضيق وينفخ بالون. البالونة دي بتوسع الشريان الضيق وبتسمح بمرور الدم بطريقة طبيعية. لما بيحصل التوسيع بالبالون في نسبة كبيرة من المرضى بيحصل ارتداد تاني للضيق، فعشان كده اخترعوا حديثا اللي هو الدعامات او الستنس. بعد ما بنعمل التوسيع بنحط الدعامة دي عشان تمنع ارتجاع الضيق تاني. بعد ما بيتعمل كده المريض ده بيتم متابعته باستمرار برسم القلب، بزياراته للطبيب علشان يعرف هل آلام الذبحة ما بقتش تيجي خالص ولا رجعت مرة تانية. الخط العلاجي الثالث هو الجراحة. الجراحة أقدر أقول إن هي أطول علاج، بمعنى إن إحنا إذا خدنا علاج مريض ظروفه سمحت أن يتعالج باطني، أو مريض ظروفه سمحت يتعالج بالأسطرة، أو مريض ظروفه سمحت يتعالج جراحيا، لقوا أن المريض اللي عالج جراحيا هو أكتر مريض قعد فترة طويلة من غير ما يبقى عنده ارتجاع للأعراض مرة أخرى. الجراحة فكرتها بسيطة، وهي أن احنا بنخطي المنطقة اللي فيها الضيق بوصلة بنعملها، يعني الشريان التاجي ماشي كده مثلا والمنطقة دي ضيقة، فاحنا بنعمل كوبري يوصل الدم من قبل الضيق لبعد الضيق. الكوبري ده او الانطارة دي او الوصلة دي بتختلف، في بعض الاحيان بنستخدم وريد، في بعض الاحيان بنستخدم شريان، حسب حالة المريض وحسب نوع الشريان المصاب، ولها تفاصيل اخرى كثيرة. طيب هل بنستخدم فيها القلب الصناعي ولا ما نستخدمش القلب الصناعي؟ طبعا ده برضو بيختلف حسب نوع الشرايين اللي بيعملها ومكانها فين في عضلة القلب. احب انوه هنا انه لما بيجي مريض وعنده مصاب بالذبحة الصدرية ويقال له ان ليك عملية، طبعا بيصاب بخوف وهلع، وانا لا الوم، لانه كلمة عملية في القلب طبعا شيء بيخض الناس، لكن انا بنتهز الفرصة دي واقول انه عمليات الجراحة القلب هي ليها نفس درجة النجاح ونفس الامان زيها زي عمليات اخرى تجرى داخل جسم الانسان. يعني اللي بيعمل عملية في الكلى، في المعدة، في الكبد، في الطحال، ليها نسبة خطورة. نسبة الخطورة في جراحات القلب تقريبا مشابهة الى نسبة الخطورة مثل العمليات الاخرى. الخطورة او نسبة الخطورة بتتوقف على حالة العضلة بتاع القلب. ومن هنا انا عايز برضو انتهز الفرصة دي واقول ايه، ان الانسان اذا نصح باجراء توسيع بالبالونة او نصح باجراء جراحة لا يتردد طويلا، لانه هو نصح بالتدخل سواء بالبالون او بالجراحة لانه ما زال في مرحلة الذبحة الصدرية، يعني ما زالت عضلة القلب بتاعته سليمة، واللي بنعمله ده شيء وقائي عشان نحافظ على العضلة ما يحصلش فيها تليف نتيجة الجلطة. لكن إذا المريض أهمل
أو رفض إجراء التوسيع بالبالون أو الجراحة، فبعد فترة الضيق الجزئي اللي في الشريان ده هيتحول إلى ضيق كلي، والعضلة بتاعت القلب بدل ما كانت سليمة هيحصل فيها تليف وتضعف عضلة القلب. ومن هنا بقى نقدر نقول لما بتضعف عضلة القلب ده بيزيد من خطورة العملية، وأكتر من كده المريض ما بيحسش بدرجة التحسن المرجوة. يعني احنا لما بنعمل سواء جراحة أو توسيع بالبالونة للمريض، أنا كطبيب بسعد جدا لما المريض يجي يقول لي أنا يا دكتور كنت باخد أدوية قد كده، بطلت أخد الأدوية دي خالص وبعيش حياتي طبيعي. بس ده مريض جه في الوقت المناسب، هرجع تاني وأكرر عليه لأن موضوعنا الذبحة الصدرية، يبقى ده مريض جه في الوقت المناسب وعشان كده أجريت العملية في الوقت المناسب. لكن اللي بيتأخر وبيخش في مرحلة الجلطة العملية بيبقى ليها ريسك أو مخاطرة أعلى والفايدة المرجوة منها أقل. في حاجات في حياتنا لابد نلحقها ان احنا نفكر فيها بجدية لانها مفيدة جدا لنا، وهي علاج، ما هياش نوع من انواع الرفاهية. وانا هنا الحقيقة عايز اركز في الوقاية على الرياضة. بدأ المفهوم بضرورة الرياضة يبقى عند بعض الناس، لكن ما هوش عند كل الناس، ما هوش عند الغالبية حتى الآن. يعني زي ما بندي وقت وبنهتم بالوقت ده ان احنا مثلا ننام الظهر، نتفرج على التلفزيون بالليل، لا لازم ندي وقت ونعتبر انه اهم ان احنا نمارس رياضة. والرياضة اللي انا بطالب بيها عشان نقي انفسنا من الذبحة الصدرية لا تحتاج الى نادي ولا تحتاج لتجهيز، هي كلها ما هي الا مشي. اختار شارع تقدر تمشي فيه وامشي فيه كل يوم ما بين نص ساعة الى ساعة. في البداية هتبقى صعبة اذا كان بالذات المريض وزنه زيادة، لكن بمرور الوقت وبالتكرار وبالاصرار المريض هيقدر يمشي او الشخص هيقدر يمشي مسافات اطول وما يحسش بالتعب زي في الفترات الاولى. مهم جدا نحن نمارس الرياضة والمشي، انا لا اطالب لا بالجري ولا بالرياضات العنيفة، نمشي فترات ممتدة. النقطة التانية للوقاية، طبعا اي مريض عنده بقى حاجة بتؤهل لحدوث المرض لابد انه يعالجها، وهبدأ بالتدخين لانه التدخين ده برضو الحقيقة بدأ يتبصله في العالم كله ان المدخن ده اقل تحضرا من غيره، فلابد لانه الإنسان مطالب بأنه يحافظ على صحته وصحة الآخرين، فبالتالي هو كل ما كان متحضر أكتر كل ما اهتم بالنقطة دي وامتنع عن التدخين. والناس اللي بتقول الامتناع عن التدخين صعب ويمثل لي مشكلة، أنا بعرف مئات وآلاف من الناس بطلوا تدخين وربنا أعانهم على كده. ندخل في الأسباب الأخرى للإصابة بالذبحة الصدرية مثل ارتفاع ضغط الدم. برضو أحب أقول أنه كل إنسان فينا لابد أن يبقى عنده نوع من الكشف الدوري، بالذات إذا اقترب من سن 40، ولو مرة في السنة يقيس ضغط الدم بتاعه، لأنه كتير مننا بنكتشف أن احنا مرضى ضغط بالصدفة، نروح عشان نكشف عنده دكتور لسبب آخر يقيس ضغط الدم يلاقيه مرتفع جدا، ده معناه أن احنا عايشين بقالنا شهور وسنين ضغطنا عالي وما نعرفش. وبرضو بقول نصيحة انه ضغط الدم مش دايما بيدي اعراض عند المريض. يعني في واحد يقول ايه انا ما عنديش صداع يبقى ما عنديش ضغط دم، لا، المفهوم ده خاطئ. في ناس كتير قوي ضغطها عالي وما عندهاش صداع ده. فاذا احنا لازم يبقى في كشف دوري لنعرف احنا عندنا ضغط ولا ما عندناش، واذا كان عندنا ضغط محاذير بسيطة في الاكل، نمتنع عن كل ما هو فيه ملح زيادة، وبرضو نمارس رياضة هرجع ليها تاني، ونلتزم بالدواء اللي بيديه لنا الدكتور، ونتابع باستمرار قياس الضغط. وبقول المريض اللي عنده ضغط عالي وبياخد علاج وضغطه متحكم فيه هو مريض ان شاء الله مش عرضة لأي مضاعفات، والمريض اللي بيهم العلاج الضغط وضغطه مرتفع فهو عرضة لمضاعفات إلى أبعد مدى. بالنسبة لمرضى السكر، السكر برضو مفهوم خاطئ عند الناس أو بعض الناس، انه متخيل انه الدكتور يوصف له قرص دواء ياخده خلاص ادى اللي عليه. انا متخيل الحقيقة ان على المريض اهم من الدواء اللي بيكتبه للدكتور، انه هو يقهر نفسه
ويعرف ايه اللي المفروض يمتنع عنه، وبسهولة جدا كل ما هو نشوي، وبسهولة اكتر، وكلنا عارفين هذا الكلام، السكر، الرز، المكرونة، العيش الابيض، دول ثلاثة لو احنا بس كمريض سكر اهتمينا ان احنا نتفاداهم، ده في حد ذاته قادر ان هو يتحكم بنسبة كبيرة في الاكل بتاعنا، بالاضافة طبعا لانواع معينة من الفاكهة، وبالتحديد التين والعنب الى حد ما، او البلح، والى حد ما المانجا. لكن ربنا سبحانه وتعالى في اصناف كثيرة اخرى ما بتأثرش كتير على ارتفاع السكر، وبرضو لما ناكل من الاصناف الاخرى دي لابد الا نفرط فيها. في علاقة وثيقة بين السكر والدهون، يعني الاكثار من الدهون هيؤدي في النهاية الى ارتفاع في نسبة السكر. وفي وسيلة بسيطة احنا لو اتبعناها هنقدر نظبط السكر بتاعنا. احنا كلنا كشرقيين او مصريين بنبدأ دايما اكلنا بالرز والمكرونة، وننتهي بالخضار او باللحوم. انا نفسي نجرب العكس، يعني اللي عنده سكر وعايز يتحكم فيه يبدأ هو قاعد على الغدا بطبق السلطة، سلطة خضرة كمية كبيرة يبدأ بيه، يلي هذا الخضار، يلي هذا قطعة اللحمة أو الفراخ اللي موجود. أعتقد لما بيمر بدول كلهم ما بيكونش عنده المساحة من المعدة أو الحجم من المعدة اللي يقدر بقى يأكل بيه رز ومكرونة وكده. فعلا لو بدأنا بالطريقة دي بنقلل قوي من أكل الرز والمكرونة والعيش، يعني هم التلاتة دول الحقيقة مهمين، أو العيش الأبيض بالذات. يعني في طريقة بسيطة قوي ان احنا نتحكم في اكلنا ونقلل نسبة السكريات او النشويات في اكلنا، وهي ببساطة ان احنا نبدأ نتغدى بالعكس. يعني زي بدل ما احنا متعودين كلنا نملأ الطبق بتاعنا الاول رز او مكرونة وبعدين نبص بقية الاكل، لا، نبدأ بطبق سلطة كبير، وتبقى عادة كل ما بتقعد على السفرة تتغدى يبقى في طبق سلطة كبير، في اي اما ما هو موجود في السوق من خضروات، تاكل طبق السلطه، بعديه الخضار، وبعديه قطعه اللحم سواء كان سمك او فراخ او لحوم. وبعد ما يكون كلت ده ما بيكونش فيه مساحه لرز او مكرونه عشان تاكله. لو عملت كده هتلاقي انه احتياجك للمكرونه وللعيش وللرز يقل جدا. طبعا في انواع اخرى زي ما قلنا في الفاكهة، التين والعنب والبلح، دي غنية جدا بالسكريات لابد برضو انك تتفاداها. ولكن هناك اصناف كثيرة ومحببة من الفاكهة نسبة السكريات فيها قليلة، ويمكن كتير ناس متعرفش، يعني البطيخ مهما كان حلو سكره قليل، الشمام، الكنتالوب، الحاجات دي حلوة وسكرها قليل جدا، الكمثرى، الجوافة، دي كلها سكرياتها قليلة. الحقيقة يعني أنا ما بحبش إن الإنسان منا المريض بالسكر أو بارتفاع في دهون الدم ينتابه شعور الحرمان، يعني يبقى قاعد دايما عنده شعور إنه محروم. لا، ده شعور وحش. يعني أنت نفسك راحت إنك تاكل بلحة أو تينة، كل واحدة اتنين، لكن ما تبقاش مفرط، ما تقعدش على طبق مليان وتقعد تاكل، هنا بقى بتضر نفسك وحتى الإنسان السليم. ما هو الإكثار من الأصناف دي برضو مضر. نيجي للموضوع الدهون. الدهون لازم احنا، ما اقدرش انا ادي لك ورقة مكتوب فيها ما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا، لكن انت اللي يبقى عارف في ذهنك ايه الاكل اللي فيه دهون، لو قعدت على سفرة ما تاكلوش. لو مسكنا اللحوم أأمنها الاسماك، ثم الفراخ، ثم اللحوم اللي بنجيبها من عند الجزار. طبعا نبقى عارفين ان الكبدة، المخ، الجمبري دي فيها دهون كتير، الوز، البط، في دهون كتير. بالنسبة للبيت ما مش لازم يكون الطبيخ كله بنسب عالية من الدهون والسمن، ممكن في أنواع من الزيوت بتكون أقل من نسب الدهون اللي فيها. طبعا نيجي بقى للحلويات، الكريمات والتورت والكنافة وما شابه، برضو هرجع أقول شعور الحرمان وحش. بقول للشخص اللي عنده دهون عالية يكفي قطعة واحدة صغيرة بحيث انه يحس انه خد الحاجة ديت، انه مش محروم منها، والتحكم بسيط وبنعتاد عليه بعد كده. دايما الشخص مننا لو عنده دهون عالية، لو
عالية مش قوي، المريض الدكتور بيقول له امشي على الرجيم فترة، شهر اتنين تلاتة، ونشوف هل الرجيم بيبقى كافي للتحكم في الدهون ولا انت بتحتاج تاخد دواء مساعد مع الرجيم. يبقى اذا قلنا علاقة الاكل بارتفاع ضغط الدم وايه اهميته، بالسكر وايه اهميته، بالدهون وايه اهميتها. وزي ما بدأت بقولت بالرياضة، هي الرياضة بتعمل ايه؟ الرياضة بتحرق الكالوريز اللي انت حضرتك خدتها كتير في الاكل بتاعك، سواء كانت الكالوريز او السعرات الحرارية دي خدتها عن طريق سكريات او عن طريق كذلك. ودي اخر حاجة اللي هي التوتر. ده الحقيقة عايز نوع من التدريب، يعني الانسان منا لابد ان يدرب كيف يتعامل مع المواقف المحيطة به علشان يكون أكثر هدوءا وأقل توترا في تعامله مع الآخرين. في النهاية أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية.